من جديد لحضراتكم التحية، ونذيع عليكم الآن تقريرا حول جلسات الاستماع التي يجريها مجلس النواب لمعرفة رأي الخبراء في التعديلات الدستورية للوقوف على آراء وأفكار كل فئات الشعب. الانفتاح والشفافية، السماع للآراء المؤيدة والمعارضة، سمات أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على توافرها في جلسات الحوار المجتمعي التي تناقش التعديلات الدستورية المقترحة، والتي دعا البرلمان إليها كافة أطياف المجتمع على مدار 6 جلسات. المجلس، مجلس النواب، منفتح في حواره على جميع الآراء والاتجاهات، ولعلنا جميعا سمعنا أمس واليوم آراء مختلفة ومتعددة، بعضها يتفق مع مقترح التعديلات الدستورية والبعض الآخر يختلف معها. والحوار كما تعلمون وكما شاهدتوه ليس على الضيق كما تتردد هذه القنوات المشبوهة، وسوف ترون ذلك بأنفسكم. وهنا للإعلام وللصحافة دور في هذا الصدد، وأنا أعلم أن المحررين البرلمانيين ينقلون كل كلمة تدور في هذا الحوار لإطلاع الرأي العام عليه، وأرجو منهم الحرص على ذلك كما عهدتهم دائما في جلسات المجلس. كثير من المشاركين ثمنوا خطوة التعديلات الدستورية، لكنهم أكدوا على أهمية هذه النقاشات للوصول لصيغة توافقية تصب في صالح الوطن والمواطن. الكلمة الآن للسيدة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة. سيدي الرئيس، المرأة المصرية هي نصف المجتمع، وإن كانت هي النصف فيجب أن تشكل نصف البرلمان الممثل عن الشعب، فالمناصفة هي أملنا في المستقبل، لأن هذا حق، ولأن هناك إرادة سياسية مساندة، ولأن المرأة المصرية تستحق أن تتغير نظرة المجتمع لها. إن ضمان تمثيل المرأة في البرلمان من خلال كوتا، وذلك بتخصيص عدد ثابت أو نسبة من المقاعد للمرأة، هو نظام تعتمده العديد من دول العالم، ويعتبر من أكثر الحلول الملائمة لتفعيل المرأة في المجال السياسي والتشريعي. يعتبر نوعاً من الأليات التي تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية السلبية لكفاءة المرأة ومقدرتها على الأداء الإيجابي والفاعل، وهو من شأنه أن يخلق واقعاً سياسياً جديداً. الكلمة الآن للسيدة ماري لويس بشارة، عضو المجلس القومي للمرأة. أرجو أن يتاح للمرأة اتخاذ القرار على مستوى القرارات السيادية بإتاحة، ليست كوتا صغيرة، ولكن لما تكبر الكوتا توصل لغاية 30 أو لغاية 40%، سيساعد هذا على التمكين الاقتصادي وعلى إدرار دخل من خلال مشاركتها في اتخاذ القرار. في أبسط حاجة بنتكلم على الموازنات التخطيطية للدولة في قطاعات المالية، وتحديد الإنفاق في الموازنات اللي بيتم اتخاذ القرار فيها في البرلمان. حالياً السياسات المحددة والتنفيذ للسياسات الخاصة بالتمكين في الصناعات، أو أنا بتكلم لأن أنا أمثل المرأة في الصناعة وأمثلها في القطاع الصناعي المصري، بقول إنه حتى الآن لم نرى مشاركة حقيقية. حتى بتواجدي في الشركة القابضة للمنسوجات بلاقي إن اتخاذ القرار محدود على الوزير وعلى أعضاء معينين، لا يتم فرض فرص للمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار وتحديد المسار اللي الصناعة لازم تتحرك فيه كمصر كدولة. سيد الأستاذ أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة. أنا بثني وبشكر كل السادة النواب لتقدم هذه التعديلات الدستورية بشكل عام لصالح بلدنا، وبشكرهم بصفة خاصة إن بدل ما كان هيبقى تمثيلنا لمرة واحدة، إن تمثيلنا يبقى دائم
والتعديل الدستوري اللي موجود في هذا الموضوع يؤكد على اهتمام الدولة بكل أبنائها وبصفة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة. وبنأمل أن التمثيل المناسب ده يستمر في مجلس الشيوخ وفي المجالس المحلية. احنا عملنا دراسة على الدساتير الموجودة في 193 دولة، كانت جامعة هارفارد عاملة بحث في 2016، وجدنا أن التمثيل المناسب بيذكر بشكل عام لتمثيل كل طوائف المجتمع. وفي 7 دول معينة منهم من روسيا عاملة كوتا الأشخاص ذوي الإعاقة. الكلمة الآن للأستاذ الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان. أؤكد أن رفع نسبة المرأة في الحياة السياسية وفي البرلمان هو بيرفع سقف طموح بنات وستات مصر، هو بيشجع الرجالة الآباء والأمهات أن هم يستثمروا في بناتهم وأن هم يعلموهم، بيرفع سقف طموحهم أن هم بناتهم يتعلموا أن هم يشتغلوا. البنت اللي هتتعلم وهتشتغل هتحل لي انا في الاساس عندي القضيه السكانيه، حل القضيه السكانيه في الاساس ان الست تتعلم فهتشتغل فمش هتخلف كتير، فبالتالي انا مش هحتاج اقول للست خلفي واحد او اثنين او ثلاثه، الست نفسها لما هتمكن هي اللي هتقول لجوزها ممكن تقول له مش عاوز اخلف الا عيل او عيلين. الكلمه الان للسيد الاستاذ سامع عاشور نقيب المحامين. حابب أوضح رؤيتي لعدة مناطق في التعديلات. المنطقة الأولى وهي الأكثر المناطق حساسية وهي المتعلقة بالمادة 140، ودي اللي صار فيها الجدل السياسي بقصد الوصول إلى حالة من حالات التخويف من الحديث عن إمكانية فتح مدد الترشح لرئيس الجمهورية الحالي، والأمر كأنه مقصود هو أن يمنع من أن يرشح مرة أخرى في هذا الموقع. وأنا بقول أنه أنا كنت أو أنا أميل إلى أنه ما يبقاش في مدد زيادة ولا يبقى في إمكانية زيادة، لو أن الوطن يعيش حالة من الاستقرار، يعيش حالة من الأمان الكامل، البنيان الاقتصادي متكامل، بنيان الدستوري متكامل، ما عندناش أعداء، ما عندناش إرهاب، ما عندناش مشاكل اقتصادية، ما عندناش أعباء، ما عندناش كوارث. الحقيقة المحن دي بتخوفنا من أن احنا نراهن بإغلاق الأبواب. المطروح الآن هو أن يفتح مدتين جديدتين يتاح فيهم للرئيس الحالي أن يترشح كده بوضوح شديد. هذا لا يعني بالضرورة أنه ما فيش حد ثاني ممكن يترشح، لأنه وارد جدا أن يكون هناك مرشحين كسر أو مرشحين آخرين ممكن أن يقدموا على الترشيح إذا وجدوا في أنفسهم الملاءة السياسية التي تسمح لهم بالمنافسة. لكن النص بوضع الحالي يحتاج إلى تنقيح. أنا ضد فقرة أنه وعلى سبيل التأخير يمكن الرئيس الحالي من أنه يدخل المعركة، لا، النص ممكن يتعالج بشكل أفضل لو إحنا نصينا على إلغاء المادة 140 الحالية بجميع مشتملاتها وأثرها وأعدمنا أثرها، ونصينا على في المادة 140 الجديدة المستحدثة على المدتين التي تبدأ اعتبارا من تاريخ الصدور، ويبقى احنا كده مش محتاجين انه يتنص في الدستور او في الوثيقة انه هذا الرئيس هياخد هذه الفرصة لوحده بنص، لا، النص لو تم معالجته كده يبقى متاح للرئيس الحالي ان يتقدم لترشح لدورتين ثالثين. انا كمان من انصار التوسعة في مسألة التعديلات، والحقيقة مسألة محتاجة إلى إعادة نظر، لأن أنا من أنصار أنه دستورنا لما احنا عملناه، وأنا كنت واحد من اللي كان لهم شرف في المساهمة في إصداره، كنت أقول في أكثر من مناسبة أنه هذا الدستور ليس هو الدستور النهائي للوطن، وأنه هذا النظام ليس هو النظام المناسب بالكامل للوطن، لكنه هو الحل المناسب في ذلك التوقيت وفي ذلك التأقيم. السيد الأستاذ الدكتور هاني ضاحي نقيب المهندسين. فيما يخص المادة 140 وهذه المادة التي أثير حولها الحديث وأثير حولها المناقشات في عدة جهات، يعني أنا يمكن شهادتي قد تكون مجروحة لأني حضرت الوزارة الأولى وتعديلها مع سيادة الرئيس. أنا شايف إن ما تم في مصر في خلال 5 سنوات السابقة هو شيء غير مسبوق، ولما نقيمه من الناحية الهندسية نقول ما تم من نهضة عمرانية وما تم من مشروعات في البنية الأساسية وما تم في مشروعات في مختلف تنمية مناحي
الحياة البنائية والعمرانية في مصر شيء غير مسبوق وله تأثير إيجابي على المجتمع في المرحلة القادمة. وبالتالي فترة الأربع سنوات لرئاسة الدولة هي فترة محدودة، علشان احنا كنا في ظروف صعبة جدا، خرجنا من معترك ثورة 25 يناير ثم ما حدث في 2012 لغاية 13. فأعتقد أن فترة الرئاسة اللي هي أربع سنوات فترة غير كافية، وإن كنا بنقول أن فترة ست سنوات هي فترة قد تكون كافية لاستكمال مسيرة العمل الوطني والتنمية المجتمعية في هذه الفترة. الشيء المهم جدا برضو المادة المستحدثة في وجود نائب للسيد رئيس الجمهورية، وده شيء مهم أنه يكون موجود. طبعا كان الدستور القديم بيعالج هذا الامر، ان في حاله غياب رئيس الجمهوريه يحل محله مجلس رئيس مجلس الوزراء، لكن يفضل ان يكون في نائب لرئيس الجمهوريه، وده بيدعم مؤسسه الرئاسه في العمل وفي اتخاذ القرار. سيد خليفه نقيب الزراعيين، بلغ سيادتك ان كل الزراعيين بيسمنوا كل خطوه تقدم لاجل استقرار وبناء ورفاهيه وتقدم هذا الوطن، ولكن لنا بعض الملاحظات. كل مادة من هذه المواد المطروحة للاستفتاء أكيد هناك مبررات موضوعية وواقعية ومنطقية لإجراءها، ولكن المواطن في الشارع وفي القرى وفي النجوع لا يعرف مبررات تعديل هذه المواد، وبالتالي وجب علينا واللغط الكبير على المادة 140. وعندما نتحدث عن الاستثمار ونعلم جميعا أن من 2012 جميع الاستثمارات الأجنبية خرجت من مصر، وبذل مجهود كبير السيد الرئيس عشان تعود هذه الاستثمارات، وأصبح الاستثمارات ضخمة جدا في مجال الطاقة، في مجال الكهرباء إلى غيره. الاستثمار دائما يبحث عن الاستقرار السياسي، وبالتالي مدة الرئاسة لما تبقى من أربع سنوات لست سنوات هناك التزام، والاستثمار في عدم وجود الاستقرار السياسي بيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا. الاستثمارات دي لو خرجت هيجي رئيس جديد هترجع الاستثمارات ولكن بحوافز أخرى، وبالتالي لابد أن نوضح للرأي العام ونوضح لأهالينا في كل مكان ما هي مبررات الموضوعية لتعديل كل مادة على هذه المواد على حدة. النقطة الأخرى في المادة المتعلقة بنسبة العمال والفلاحين، إجمالي عدد العمال في مصر 35 مليون عامل، 3 مليون عامل يتبعوا اتحاد عمال مصر، و 32 مليون عامل تقدمت الحكومة والسيد الرئيس بمشروع أمان. وبالتالي أنا بحيي هذه التعديلات اللي هتزود النسبة بتاعت العمال والفلاحين، ولكن أطلب أن تكون نسبة محددة، نسبة ثابتة أسوة بنسبة المرأة، بغض النظر عن النسبة قد إيه لابد أن يكون لهم تمثيل. الجدير بالذكر أن بعض الحضور أشاروا إلى أن هناك من يترصد لمصر وأمنها، لذا من الضروري أن يلتف الجميع حول المصلحة العامة للوطن. حوار مجتمعي يشارك فيه العديد من أطياف المجتمع يشهد أحيانا تباينا في وجهات النظر، إلا أن الجميع يؤكد أن الشعب المصري هو الحكم في الموافقة على هذه التعديلات أو رفضها من خلال استفتاء شعبي في حال موافقة البرلمان عليها. من مقر مجلس النواب عمرو عبد العزيز، النيل.